بناءنا على معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني بمفرحة حول وجود كمية معتبرة من مادة السميد المدعم بمختلف أنواعه داخل المستودع والمسير من طرف المدعو سين يا. وعند الدخول من أجل مباشرة عمل التفتيش تم العثور على كمية معتبرة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. تم تقديم المعني أمامنا وتمت إحالته أمام السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي بتهمة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب طبقا للمادة 13 من قانون المضاربة غير المشروعة والتي تنص على الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2 مليون إلى 10 ملايين دينار جزائري، وتطبيقا لأحكام القانون 21/15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة والذي صدر نظر لتفشي هذه الظاهرة ولوضع حد للاحتكار بمختلف أنواعه في المجتمع وتسليط العقاب المناسب لكل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.